شهدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر الإعلان عن تأسيس مجموعة من 9 شركات فرنسية في مجال الصحة. وخلال افتتاح المنتدى المصري الفرنسي للصحة أكدت زايد أن هناك استراتيجية لدى وزارة الصحة بأن تكون فرنسا شريكة لمصر في مجال الصحة. وأوضحت أن من أهم المشروعات الاستراتيجية في الوزارة هو مشروع التأمين الصحي الشامل وتصنيع مشتقات الدم. الاجتماع كان جزء من التنفيذ على الأرض مع الجانب الفرنسي. احنا اشتغلنا في الشهور القليلة السابقة مع الجانب الفرنسي وسافرنا فرنسا وجانا كثير من البعثات من الاستشاريين الفرنسويين. احنا متعاونين مع فرنسا واعتبرنا فرنسا شريك استراتيجي في الإصلاح الصحي في عديد من الملفات. تأمين صحي هم دعمنا، الوكالة الفرنسية دعمنا في التأمين الصحي سواء كان بالدراسات الاستشارية أو بتنفيذ تطوير الوحدات والمستشفيات في المرحلة الأولى والثانية للتأمين الصحي. الجانب الفرنسي بيشتغل معانا وبيقدم لنا دراسات استشارية في مجال تصنيع البلازما، واحنا اعتبرناه شريك كبير جدا علشان ندخل موضوع تصنيع البلازما في مصر، واحنا بدأنا اوريدي الحمد لله في التمهيد للصناعة دي. هم شركائنا في كثير من الملفات منها تطوير الطوارئ ورعاية الطوارئ. امبارح كان اجتماع مع الشركات الخاصة والشركات الحكومية الفرنسية، وكانت الرسالة واضحة من الجانب الفرنسي ان الحكومة الفرنسية يعني بتمد يد يعني العون الشديد والدعم الكامل للحكومة المصرية في تطوير النظام الصحي.